بسم الله الرحمن الرحيم. بنات التلميذات، أبناء التلاميذ، مستوى جذع مشترك علو. انطلاقا من مسؤولياتنا التربوية وحرصا على مصلحتكم العليا لزمنكم المدرسي، في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا، أمنها الله تعالى وحفظها من كل سوء، يسر الفريق التربوي بالمنسقية الجهوية التخصصية لمادة التربية الإسلامية بأكاديمية بني ملال خنيفرة أن يقدم لكم هذه السلسلة من الدروس. نتناول في هذه الحصة بحول الله تعالى وقوته المقطع القرآني الخامس من سورة الكهف ضمن مدخل التزكية. وللتذكير، فالصورة تناولت في المقاطع السابقة قصصا قرآنيا، وهي قصة أصحاب الكهف، وقصة صاحب الجنتين، وقصة موسى والخضر عليهما السلام. والمقطع الذي نحن بصدد مدارسته في هذه الحصة إن شاء الله تعالى يتناول قصة ذي القرنين، لنطرح السؤال المحوري التالي: ما المستفاد من قصة ذي القرنين أحكاما وقيما، وما تجلياتها في واقعنا المعاصر؟ ولمعالجة هذا السؤال المحوري نتطرق بحول الله تعالى للمحاور التالية: عرض المقطع القرآني وقراءته برواية ورش عن نافع، فهم المقطع القرآني، استنباط الأحكام والقيم، وأخيرا توظيف المكتسبات. وقبل الشروع في عرض المحاور، نذكر بقاعدة تجويدية أساسية تتعلق بالنون والميم المشددتين، حيث تقرآن بغنة بمقدار حركتين، وأمثلتها من المقطع القرآني ما يلي: إنا مكنا له، وإما أن تتخذ فيهم حسنا. والآن نستمع لقراءة المقطع القرآني. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا.
ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. بعد استماعنا للجزء الأول من المقطع نشرح الكلمات التالية: ذي القرنين، وهو ملك صالح عادل ملك المشرق والمغرب، سببا بمعنى طريقا ووسيلة، عين حمئة أي عين ذات حمأ، والحمأ هو الطين الأسود، بين السدين بمعنى بين حاجزين. لننتقل بعد هذا لقراءة الجزء الثاني من المقطع، فلنستمع. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. صدق الله العظيم. ونشرح منه الكلمات التالية: ياجوج وماجوج وهم قوم مفسدون في الأرض. الصدفين رأس الجبلين، أفرغ عليه قطرا، أفرغ عليه النحاس المذاب، خرجا بمعنى عطاء ماديا مقابل حمايتهم. بعد هذا ننتقل للقضية المحورية للمقطع، فالقضية التي يتناولها هذا المقطع تتمحور حول قصة الملك العادل ذي القرنين الذي سخر الله له أسباب التمكين في الأرض، فأشاع العدل في مشارق الأرض ومغاربها، وتجلى ذلك في الأقوام التي مر بها في رحلته، وهي قوم في مغرب الشمس عاقب ظالمهم وأحسن إلى مؤمنهم، قوم في مطلع الشمس لم يكن بينهم وبين الشمس حاجز، قوم اعتدى عليهم ياجوج وماجوج فتولى ذو القرنين حمايتهم ببناء حاجز حديدي بعد هذا ننتقل للمحور التالي، ويتعلق باستنباط الأحكام والقيم. فأما استنباط الأحكام فمنها تحريم الظلم من خلال قوله تعالى: قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه
ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. استنبطنا تحريم الظلم من تشديد العقوبة عليه في الدنيا وفي الآخرة، والحكم الآخر وجوب نصرة المستضعفين من خلال قوله تعالى: قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم سدا. فقد استجاب ذو القرنين لطلب القوم المستضعفين على الفور دون مقابل مادي. ننتقل بعد ذلك للقيم المستنبطة وتجلياتها من أحداث قصة ذي القرنين، وهي قيمة العدل، وقد تمثلت في معاملة ذي القرنين لكل من الظالم والمؤمن الصالح بما يستحق. قيمة الإيثار، وتجلت في تنازل ذي القرنين عن أخذ مقابل مادي لبناء السد. قيمة الإحسان والإتقان، وتتمثل في الخطة المحكمة التي وضعها ذو القرنين لبناء السد الذي أعجز ياجوج وماجوج عن تخطيه. وقيمة الرحمة، وتجلت في رحمة الله تعالى بعباده أن سخر للناس من يقضي حاجاتهم ومنافعهم. كما هو الشأن في واقعنا اليوم، حيث يستوجب الشرع منا لمواجهة الوباء الذي يهددنا جميعا التزام ما استنبطناه من أحكام وقيم في حياتنا من خلال المساعدة في الحد من انتشار الوباء بتمثل قيم العدل والتراحم والإيثار والإحسان والانضباط والالتزام. إلى هنا أعزائي التلاميذ، عزيزات التلميذات، نكون قد أنهينا حصة اليوم المخصصة للمقطع الخامس من سورة الكهف، وإلى حصة أخرى إن شاء الله تعالى.